حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمية عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال جاء أبو بكر رضي الله عنه بضيف له أو بأضياف له قال فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما أمسى قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك منذ الليلة قال أما عشيتهم قالت لا قالت قد عرضت ذاك عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى قال فغضب أبو بكر وحلف أن لا يطعمه وحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعموه حتى يطعمه فقال أبو بكر إن كانت هذه من الشيطان قال فدعا بالطعام فأكل وأكلوا قال فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها فقال يا أخت بني في رأس ما هذا قال فقالت قرة عيني عيني إنها الآن لا أكثر منها قبل أن نأكل قال فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعامين أو نحوه فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هدية قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من 300 إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل منها قصعتين قال فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فجعلناه على البعير أو كما قال. حدثنا عارم وعفان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال عفان في حديثه قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3 وقال عفان ب3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 أو كما قال وأن أبا بكر جاء ب3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10 وأبو بكر ب3 قال عفان ب6. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار أخبره عمرو بن أوس الثقفي أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن مهران عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر يا رسول الله فهل لا استزدته قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل 70,000 قال عمر فهل لا استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله وبسط باعيه وحثى عبد الله وقال هشام وهذا من الله لا يدرى ما عدده. حدثنا يزيد أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد
عن قاضي المصرين وهو شريح والمصران البصرة والكوفة عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول أي عبدي فيما أذهبت مال الناس فيقول أي ربي قد علمت أني لم أفسده إنما ذهب في غرق أو حرق أو سرقة أو وضيعة فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته. حدثنا عبد الصمد حدثنا صدقة حدثنا أبو عمران حدثني قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يقاف بين يديه فيقال يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس فيقول يا ربي إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة فيقول الله عز وجل صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك أنبأنا زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح أن أباه حدثه أنه أخبره من سمع عبد الرحمن بن أبي بكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحل هذه الناقة ثم أردف أختك فإذا هبطت ما من أكمة التنعيم فأهل وأقبل وذلك ليلة الصدر. حدثنا داود بن مهران دباغ حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيمين عن يوسف بن ماهك عن حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أردف أختك يعني عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكامة فأمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعامين أو نحوه فعجنا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنمين يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى قال ويم الله ما من 300 إلا قد حز رسول الله صلى الله عليه وسلم له حز من سواد بطنها إن كان شهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا خبأ له قال وجعل منها قصعتين قال فأكالنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملناه على بعير أوي كما قال. حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3 من كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 ب6 أوي كما قال وأن أبا بكر جاء ب3 فانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم ب10 وأبو بكر ب3 قال فهو
أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك قال أوما عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت أنا فاختبأت قال يا غنثر أو يا عنتر فجدع وسب وقال كلوا لهنيا وقال والله لا أطعمه أبدا قال وحلف الضيف أن لا يطعمه حتى يطعمه أبو بكر قال فقال أبو بكر هذه من الشيطان قال فدعا بالطعام فأكل قال فيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها قال حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر فقال لامرأتي هي أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم أكل لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قومين عقد فمضى الأجل فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون أوي كما قال حدثنا عفان حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام 2 فليذهب 3 ومن كان عنده طعام 4 فليذهب 5 6 أو كما قال وأن أبا بكر جاء 3 وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 قال فهو وأنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه